بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية تمثيل الأدوار، مسرح العرائس ودرس الجار الصغير، حيث شاهد فواز دخانا كثيفا يتصاعد من منزل جارهم، فأسرع مذعورا ليخبر أمه بالأمر. جاء الدفاع المدني مع الإطفاء ليطفئ الحريق بالطفاية، كما نرى أطفأ الحريق. ثم جاء الجار، تعال هنا عبد العزيز، ثم جاء الجار وشكر الدفاع المدني. أين الرجل الدفاع المدني؟ جاء الجار ليشكره. ما سمعت شيء. ذهب الجار إلى الجار الصغير فواز وشكره وقال له: أشكرك يا جاري عبد الملك، أشكرك يا جاري. وكان معنا في تمثيل الأدوار الطالب فراج في دور فواز، والجار الصغير عبد الملك، ودور الأم عبد الله، ودور رجل الإطفاء ليس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. قبل أن نختم سأسأل المشاهدين: هل أعجبتكم الاستراتيجية؟ هل استفدت شيء؟ يا سلطان، هل استفدت شيئا؟ من الذي أطفأ الحريق؟ ما سمعت شيء. من الذي أطفأ الحريق؟ الدفاع المدني. هتان، من الذي اتصل بالدفاع المدني؟ يا أحمد، ما رقم هاتف الدفاع المدني؟ من الذي أخبر فواز بالرقم يا فهد؟ من قال لفواز على الرقم؟ الأم. أحسنت، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.